يا ساتر استر يا رب، على الله ما يكونش الواد بتاع الغابة ده لو معيش فكر. التخبيطة دي بتاعت العيال دي، أنا هكسر المقاش على دماغه. الهوا نور؟ يس. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا ولد. وحشني دفء الاسره المصريه، وكمان وحشني الفراخ المصريه. طب يا اختي اتفضلي كلي. الا قولي لي يا اختي، هو ما كانش في فراخ في امريكا؟ اوف كورس كان فيه، وكان في كمان انفلونزا طيور وضيق تنفس وحاجات كده تخليكي لما تمسكي ورك الفرخه الغربيه تحس انك بتاكلي جادون دراجة. او ماي جاد. على عكس بقى الفرخة المصرية، على مر العصور حافظت على عراقتها، على اصولها، على تقاليدها، على زلمكتها قبل ريشها. يا سلام على زلمكتها. اخرس يا ولد. انتي عارفة ان الفرخة المصرية بتكاكي كي اي كي اي بالرغم من الازمات اللي احنا فيها؟ الانفتاح والانتفاخ دي حافظت على هويتها. يا اختي ناقص تقولي لي ان هي اللي حاربت في 73 وانتصرت. يس. بابا ممكن سلطه؟ اتفضل يا عاطل يا ابني. شكرا. العفو يا عاطل يا ابني. وات، انت اسمك عاطل؟ او ماي جاد، الاسامي اتغيرت في مصر قوي. انت فاكر قبل ما اطلع الطياره كان ماهر لسه يا دوب طالع؟ لا يا عمته، ده لقبي من بعد ما خدت بكالوريوس الزراعه من 7 سنين. ناولني المية يا ودي عاطل يا ابني. حاضر يا ماما. خليك مان يا مان، خليك مان. دي كانت حادثة فاري كول فاري كول. هاي عليكم. او ماي جاد، اللي عمل فيك كده يا فراج؟ دي حادثة خطيرة ما تقلقيش. انا اللي دست يا طنط. ايه ده، ما انا كنت معاك، انت ليه دايما محسسني ان كل حاجة بتعملها لوحدك؟ اصل الست عاملين مشروع بينهم وبين بعضيهم، هو يخبطه بالعربية يكسر له رجله وابوه يدفع فلوس التعويض. وات؟ انت مش خايف يا هلا هوتا ان يور داد يعرف؟ ما تقلقيش يا طنط، لان بابي هو اللي بيشجعني على كده، لان هو كمان بيصرف فلوس التعويض من شركة التأمين بعد كل حادثة انا بعملها. ما تقلقيش يا طنط، ما تقلقيش، ما تقلقيش. هابي بيرثداي تو يو. ارحمينا بقى يا عمته. نو. انتوا شباب فاسدين. طنط، هو انت ليه مش جبتي بابي معانا هنا علشان ياخد جزائه هو كمان؟ نو، انت خبط فساد شكلها كويس، اللي زيك في امريكا بنحتويه. طب وانا يا عمته؟ انت نو، انت ضحية مش مفيد. انا عضه وانا فكك. انت بتعمل ايه؟ احد عاطل، ممكن اتكلم معاك شوية؟ لا انا مشغول. اكسلنت جود. مشغول في ايه؟ انا بجمع صورة مفردة. جود. صورة حبيبتك؟ لا نو. ويني بيبو؟ يس. انت هتجنني، انت عاجبك حالك كده؟ ماله حالي، ما انا زي الفل. هو انت عاوزاني اشتغل؟ اصحى كل يوم الصبح بدري، البس القميص والبنطلون واقعد ادور على الجزمه تحت السرير، فما لقاهاش تحت السرير اروح ادور عليها تحت الدولاب، فما لقاهاش تحت الدولاب فالبس كوتشي. لا يا عمته، ده مشوار طويل. اوه نو، ايه ده؟
انت كده مش هتكون نفسك، مش هتتجوز. اتجوز؟ هو انت عاوزاني كمان اتجوز؟ عاوزاني اقعد 7 سنين ادور على شغل وبعدين 7 سنين كمان زيهم علشان اكون نفسي، وبعدين لما اتجوز ادخل انا والعروسة ليلة الدخلة نقعد على الكنبة، فتقولي لو سمحت ممكن تشديلي الطرحة؟ اقول لها طب ممكن انت تفكيلي البيبيون؟ لا يا عمتو، ده مشوار طويل طويل جدا جدا. انت اللي كسلان جدا جدا جدا. انت عارف عندي في امريكا USA كنت عملت فيك ايه؟ اعدمتك بالجير الحي. جير الحي ده بياخد وقت علشان يدوب، ما تشوف لنا موتة سريعة رصاصة مثلا. عاطل عاطل، انت خريج زراعة صح؟ اه. طيب ايه رأيك تشتغل؟ تشتغل يا عاطل، يعني work WORC يا عاطل، ارسي يا عاطل، فكر ارسي. بصراحة يا عمتو كلامك ده صح جوايا ضمير الموظف المصري الصميم. عمتو خلاص انا قررت اشتغل. يس اشتغلي. شاب يا برتقاني، خد ياد الورده دي للمزه اللي معاك. ما تيجي تضربني يا لو راجل، سيبها وتعالى. وبعدين ياد مش لاقي حاجه مقاسك؟ خد يا حاج الورده دي. صلى على النبي يا رجاله، صلى على النبي. يلا يابا شيل يا عم، شيل يابا، يلا يا رجاله بسرعه. ايه يا عم، ايه اللي اخركم كده؟ بقالي 3 ايام فارش في الارض ومستنيكم تيجوا تشيلوا الحاجه دي. ما تضحكش على نفسك وعلينا بقى، ما انت لسه مبلغ عن نفسك من ربع ساعه. احنا هنذبح نفسنا. يلا يا عم انت وهو يا عم، يلا بسرعه قبل العوه نور ما تيجي هي وعفريت العلبه اللي معاها. مع السلامه يا رجاله، مع السلامه يا رجاله، مع السلامه يا رجاله. ما تخلقش اللي يخدع العوه نور. ابوس ايدك بلاش على قطة. على قطة. يس. تعالي. تعالي يا مدام. تعالي. بس. بس. شد فرامل اليد. ونهار ازرق من اول. انا عارف بيدوكوا رخص ازاي. انت يا. 2 جنيه. انت بتشتغل ايه؟ مش قضية حضرتك. 2 جنيه. انت شغلتك روحي روحي، تعالي تعالي، ارجعي ارجعي، ما تشتغل حاجه تفيد بيها مجتمعك. ايه المفروض ان انا اصنع مفاعل نووي يعني؟ جود ايديا. انت عارف انه في امريكا USA الناس بتقعد في المترو تحضر ابحاثها على DNA وعلى الجينات، الناس بتستثمر الطريق. الوليه الهبله دي على الصبح. حاضر يا مدام، يوم الجمعه بعد الظهر اخد مراتي والعيال ومعانا لقمه ونطلع على امريكا نستباحث. انت بتتريق عليا يا سايس؟ انت ما تعرفش مين العوا نور؟ نبي بلا العوا نور، بدل ما بوظ خلقتك اكتر ما هي بايظه. 2 جنيه يا مدام. هلا هطه. بلا هلا هطه بلا برابطه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا لهوي الحقوني. انت بتاع اللبن؟ قدامي كميه حموده حمدان يا استهانم. ايه كميه الح دي؟ انت عندنا في امريكا مفيش ح خالص. مفيش. وايه ده؟ ايه البسكليته الحقيره دي؟ ها؟ ما عندكش بايسكل؟ لا. ما عندكش بايسكل؟ لا. عشان كده اللبن بيجي بارد. انت عارف ان اللبن عندنا في USA بيجي بالطيارات الهليكوبتر؟ ها؟ ليه؟ هو الكيلو حداكو بكام هناك يا استهاني؟ انت هتتاري ولا ايه زي السايس؟ ابوس يدك يا استهاني مرحميني. هتسمع الكلام وتخدم مجتمعك ولا؟ جزمة اللي اسمه مجتمعك ده فوق دماغي من فوق. اعوذ بالله، اتصرف اتصرف. Thank you.
خير يا استهانم. انا قلعت الخوزة قلعت العمة وجبت خوزة وجبت كمان مستك لها وجبت لبن صغير. نو وكمان خوزة صفرة بلاش يا استهانم. وهي بقى الموتوسيكل الحقير ده اولع فيه. حلاطة يس اي كان يو كان وي كان ميبي يس. حلوة قوي المني على عطة ده تلميذي ماي ليدي يس. Oh, my God.